النهارده بيتسو موسيماني قال كلام مهم جدا قبل هذه المواجهه الكبيره. نشوف جزء من هذا المؤتمر ونرجع نكمل كلامنا. I guess match day 6 the last match the decider of course a difficult game important game a big match but yeah it's our lives we've been living in this space for many years and it's part of our journey yeah we come far with this with all the matches game 6 قلت طب احنا يعني لازم عشان الماتش هيبقى مش هيبقى سهل لازم طبعا نكسب لازم نحافظ على فرصنا في الفوز والهلال برضو اكيد عايز يفوز وعايز يتاهل وكل واحد ليه حق انه يتاهل فبرضو هم قاعدين يلعبوا الفوز احنا طبعا احنا لو تبص للماتشات اللي فاتت دايما الماتش الاخير في المجموعه بيتاهل من خلاله واحنا جايين من مشوار بعيد بقول ده جزء من عبقريتنا ان احنا بنتاهل حتى لغايه اخر مباراه بنتاهل وبنوصل لو بصينا السنوات اللي فاتت وبيقولوا البطوله دي احنا جايين 6 ماتشات رحنا السودان ورحنا جنوب افريقيا وكانت صعب يعني الماتش ده اللي هيكلل المجهود دول انا شايف انه هيكون ماتش مفتوح هيكون مفتوح هم هيهاجموا واحنا هنهاجم هيبقى ممكن دفاعات مفتوحه وممكن يبقى فيه اهداف كتير واعتقد ده هيبقى ماتش كويس هيبقى ممتع لكره القدم يبقى فيه ماتش مفتوح وفيه اهداف كتير. مباراه بكره طبعا يعني مباراه الفريقين طبعا بيلعبوا على مكسب الفريقين عايزين يصعدوا فاحنا بالنسبه لنا طبعا يعني مباراه مهمه جدا عشان نكمل اللي احنا بداناه واللي احنا عملناه واللي احنا نقدر نحافظ على بطوله افريقيا الثالثه على التوالي فان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله ويكون الحظ معانا بكره ونقدر نكسب ان شاء الله. I can hear you pointing out the low parts of our campaign in the group. I want to talk about the high part of our campaign. السؤال الاولاني ان في غيابات في خط الدفاع عندك في شورتج في نواقص في خط الدفاع رامي ربيع ومحمد عبد المنعم فكده ممكن تلعب لعيب غير مركزه وكده وبيقول لك ده جزء يعني هو بيتكلم على موضوع الغيابات ده قال لنا قبل كده كذا مره في كذا مؤتمر ان النادي الاهلي دايما عنده برنامج مختلف وعنده ظروف مختلفه وده هو معتاد على ده المنتخب الوطني بياخد 9 لعيبه وبيروح كاس العالم ساعات الغيابات بس بيحصل الشناوي لعيب كبير بيرسي تاو مع المنتخب بيغيب وواحد بنكمل بقول دايما استخدم لفظ مخزون عندنا مخزون من اللاعبين اللي ممكن يغطي وفي كاس العالم عملنا ده وده قدرنا واحنا لازم نقف جنب المنتخب عشان لازم نرفع معاهم علم الدوله ونقف ظهر المنتخب فمش ممكن نقول لا فده جزء من قدرنا احنا مش بنتكلم فيه وده مش اول مره وبرده في ديانج وفي علي معلول لعيبه كبيره غيابات ممكن تكون مؤثره بس احنا بنكمل الجزء الثاني موضوع حضرتك بتقول ان هو بطوله افريقيا السنه دي ما اداش نفس الاداء بيقول لك تعال نتكلم على الجزء الايجابي مش الجزء السلبي الجزء الايجابي ان احنا اخر ماتش جبنا 3 اجوان قدام المريخ والماتش ده بنلعب باريحيه التاهل في ايدينا مش مستنيين التاهل في ايد حد غيرنا ودي حاجه كويسه يعني المهم في الاخر الخواتيم شكلها ايه مش البدايات الخواتيم ان احنا بنلعب اخر ماتش احنا المفروض يكفينا الفوز لو احنا كسبنا او تعادلنا احنا متأهل فاحنا مش مستنيين حد يعمل لنا يعني هو ياهلنا فدي نقطه كويسه بيقول انا حابب اتكلم على الجزء الايجابي اكتر من السلبي. كوتش قال احنا بكره المباراه يعني المباراه هم جايين بيلعبوا على النتيجه ديت هم عايزين يكسبوا واحنا برده نفس الكلام احنا انت بتقول احنا بنلعب على 2 لا بس هو طبعا النادي الاهلي دايما بيلعب في اي مباراه سواء جوه او بره بنلعب على المكسب فطبعا يعني بنحترمين نادي الهلال طبعا ومقدرين طبعا اللي هم جايين بيلعبوا على حاجه كده بس احنا ان شاء الله احنا من طريقه لعيبتنا بكره احنا نقدر نكسب ان شاء الله وزي ما الكوتش قال يعني في راحه لينا ان احنا دي حاجه معينه اللي هم جايين بيعملوا كده فاحنا ممكن نقدر ان احنا نكسب في اي وقت ان شاء الله.